هذيك خصو كتكون هنايا حداه ثاني. اش كاينه؟ قالت لك امي ما راها عجري وراها كتموت. قلنا لا مالها واش مرضت؟ مال امي ما كتموت؟ قالت لك لا راه وقع مشكل، ربها ضربها، راه صابع مع شي حد وراه تعصب. راه كانوا كيقولوا له من بعيد، وقلت نشوف بعيني، راه من شاف بعينه تعصب. العائله تعصبت، هاجت بقات كت بحال اللي ملي فقدت هذاك الشيء تعصبت، بقات كتسيب لي ما زيت سيب لي داك الشيء، رولت الدار. جابها قال لها مالك كديري لنا هذا المنظر لامك؟ مالك هجتي؟ قالت له انا معصبه بلا تبا، نعاود لك الحقيقه منعيم راه اغتصبني. الخرجه اللي كنت خرجت من الدار، خرجت مره اخرى من الدار، وقع لي هذا المشكل، هو اللي خرجني. وهذا الشيء اللي وقع ما بغيناش، هذا الشيء وقع ما بغيناش، هذا الشيء وقع. هو عزيز عليه الدار ديالو، ما كيفرقهاش وليداتو، وكيسري على الناس، معذور مسكين، وكيجي للدار ما كيقدرش يخدم. هما تاني مساكن الجواد كيدبروا عليهم هكا، يا المعيشه كيعطيهم الجواد، هما يتمعشون. وهذا الشيء ما بغيناش، العائله باقا صغيره ما بغيناش هذا الشيء. بغينا كون دخل المخزن يتزوج بيها، ولا المخزن هو باه يتحمل المخزن، واخا كون كانت حامله ما خصوش كقتلها. الساعة اللي هزوه دوه بقى يقول لهم عطيوني جيبها سطية وهنيوني، أنا بغيت نموت، أنا ما كنتش باغي نضربها نقتلها. هذا الشيء أثر عليه، أثر علينا كاملا، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقات الدار خاوية، جاو الجندرة الحبيبة لقيناهم هزوها، ما حضرتش عليهم أنا من جيت نجي من العريش، لقيتهم هزوها، لقيت البنت هزوها، بقوا على العائلة أنا والناس. الجندار هضروا مع باها، هضروا مع باها، قال لهم كيفاش وقع لك؟ قال لهم ما نقول لكم كيفاش وقع لي، كيفاش وقع لي، عاود لهم القصة، كل شيء راه عنده مسجل. صوروا البنت، صوتوا لها الضرابي وهزوها، عيطوا داك الشيء على الإسعاف، وجات هزتها وداتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بقاو الوليدات صغار، بقات الدار مشتة، المرأة بوحدها تخاف. هذا الشيء ما أثر عليها، كتبقى تبكي بزاف، كتقول بقيت بوحدي، ما بقيت بلا راجل، بقيت بلا بنت. أثرت علينا أختي، كتقول مشى لي الراجل ومشات لي البنت، بقات فيها بنتها بزاف، بنتها أثرت فيها أكثر، هي الكبيرة ديالها ومصاحبة أمها، يعني بقات فيها بزاف. ما قدرتش نعيش بلا بنتي. شدوهم الجندار البارح، مشينا نسولو، يعني ما كنعرفوش حنا أميا علاش البنت باقا ما جابوهاش، كيفاش نقصنا نديرو؟ وقلنا كيفاش هاد الحالة؟ وبقينا نهضرو، قالنا حنا راه فاتت تشبرناها هنا تشبت في مراكش مع هذا الولد نيت. قلنا لهم انتم عندكم الدليل، علاش رخيتوه؟ مي فايت شبر، حنا ما فراسناش. كان يخرجها من الدار يقول لها خرجي، كتخرج كيطيشها، كتبقى العائله طيشه عاد كترجع للدار. باها كيخاف من المخزن، كيبغيش يضربها، يقول لها كيهضر عب فمه، كيخاف يضربها، كيخاف على هذا المشكل اللي وقع، كان خايف عليه. والمخزن جا حتى لهنا قال له صافي ما تقيصرش، راه كانت عندنا مشدوده، والشي اللي خاف منه هو هذا طاح فيه. ايوا دابا ما عندهم الدليل، ما كخاصهمش يرخيو الولد، وعندهم التليفون كيعيط لها كيقول لها خرجي، كيقول لها خلي يماك تتنعس وخرجي عندي. عندهم الدليل، خصهم يربيو هذا الولد، هو سبب في الموت ديالها والتشتيته ديال باها، كخاصهم يربيو حيت ماشي السبب في البلاد. العصا داوها الجندار، صابوها حدا العيله حطوطه، قالك صابوها حدا العيله داوها، قال لهم باش ضربتيها؟ قال لهم ضربتها بهادي وداوها معاها بالعصا. فاتت فيها شي ضربه قتلها. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.